جلال كريفه. يعني دكتور جلال كريفه يا جماعه نائب رئيس نادي النجم الساحلي، وان شاء الله هيبقى رئيس بعثه النجم في القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا كابتن ميدو، اهلا بالكباتن اللي معاك في الاستوديو. كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. مساء الخير. يعني ان شاء الله هتنورونا في القاهره امتى ان شاء الله، او في الاسكندريه على طول؟ يوم الخميس، يوم 19 اكتوبر ان شاء الله الساعه 5:30 توقيت محلي، نكونوا بمطار الاسكندريه برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله تيجوا بالسلامه. يعني رتبتوا كل اجراءاتكم ورتبتوا كل اموركم هنا في برج العرب، ولا لسه ان شاء الله حد هيجي يرتب الاجراءات؟ لا، كل شيء ترتب، وكل شيء حاضر، كل شيء جاهز، وان شاء الله تقوم الرحله يوم الخميس، وكل الطاقه كلها مع بعض هنا في الطائره ان شاء الله، وان شاء الله ربي وصلنا بالسلامه للاسكندريه، ورتبنا كل ما هو لازم من الباقه، من فندق، من اقامه، من تمارين، من اكل وشرب، كله جاهز، ومتعاونين مع الاخوه والاشقاء في مجلس اداره النادي الاهلي، مشكورين على المنتجات، وان شاء الله ان شاء الله في ان شاء الله دكتور تيجوا تنوروا طبعا بلدكم التاني مصر، ان شاء الله تيجوا بالف سلامه. يعني حضرتك شايف المباراه ان شاء الله تبقى شكلها ازاي؟ يا رب طبعا طريق يعني بفريقين كبيرين جدا زي الاهلي والنجم الساحلي. حضرتك شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك؟ هو كابتن، تعرف ان النادي الاهلي والنجم الساحلي من احسن الفرق الموجوده حاليا في افريقيا بدون تعصب، وهذا ما فرشتين كبار وعريقين في كره القدم في افريقيا، والدور النصف النهائي وقرروها من احسن اربع فرق موجودين على الساحه، والنجم الساحلي والنادي الاهلي هذا الدور النصف النهائي المفروض يكون نهائي صراحه. اكيد انا بتفق معك. نهائي قبل الهوام، نهائي قبل الهوام. وبالتالي المباراه فيما شفته في سوسه ما كانتش سهله على الفريقين، ليش مش تكون سهله الفريقين في برج العرب؟ هذا ديربي ما يخضعش لاي تكهن، وحضور الكل قائمه للفرقتين، وان شاء الله يتحكم في اعصابه ويكون جاهز اكثر هو الفريقين. يا رب ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، يعني ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الناديين الكبيران، يعني نادي الاهلي ونادي النجم الساحلي. لكن قول لي ايه اللي يقلق دكتور جلال، وايه اللي عندك الايجابيات اللي ممكن ترجح كفه النجم، وايه اللي يقلقك من النادي الاهلي؟ والله كل ابي خطك، انا كل تعرف لما تكون في دور متقدم مثل هذا دور نصف نهائي ربي سرطان، اعرف الكؤوس الافريقيه، يعني كل الفرق تتمنى تكون في الفاينل، كل الفرق تتمنى تكون فيها. اكيد. ونجم الساحلي يحول على القاعده هذه، ونجم الساحلي فريق كبير، فريق عريق، متعود على الارقام، متعود على الفرقيه، متعود على الفرقيه. شايف الماتش متعود على المواجهات بين الفرق، فرق المغرب العربي، مصر وقطر وكفايه وليبيا، يعني متعودين، وان شاء الله جاهزين وحاضرين، وان شاء الله زي ما قلت لك على الحمره يعني ينحط فريقي ويمر للدور النهائي، لكن خطه المباراه مش تكون سهله، وان شاء الله تتعدى اي فريق يروح لرياضه عاليه يا رب، يتفوق كروي، يشرف الاهلي ويشرف النادي الاهلي يا رب، لان العالم الكل بيتفرج علينا، فبالتالي كل واحد يقوم بمجهوده، وان شاء الله العرس الكروي هذا ينجح تنظيميا، ينجح كرويا، ينجح في النهايه حظ سعيد لكل الفرق، واللي مش يقدر المولى سبحانه وتعالى احنا راضيين فيه، احنا على كل حال جاهزين، وان شاء الله يوم الغرائم ويوم الكبارات يا رب ان شاء الله تيجوا تنورونا في بلدكم التاني مصر، وان شاء الله تكون مباراه تليق بالفريقين الكبيران نادي النجم الساحلي والنادي الاهلي. شكرا جدا دكتور جلال كريفه نائب رئيس نادي النجم الساحلي. بتكلم في اطار المباراه، عايزين تخرج تليق بمصر، تليق بتونس، تليق بالفريقين الكبيرين. يعني هنرد على المكالمه بتاعت دكتور جلال، بس نطلع فاصل ممكن؟ طبعا. نطلع فاصل ونرجع نشوف مع ضيوف الكرام الكباتن الكبار رايهم ايه في مكالمه دكتور جلال كريفه نائب رئيس
النجم الساحلي في الدوري.